وهاي الفقرة روس الحلاق ومحتويات السوشيال ميديا. بدي اجيبك، انت تركتك على اليوتيوب. انا صحيح، انا مره روس حكيت معها، كانت عامله عرض على نتفليكس. مزبوط. قال بعثت لها اني انا بحضرها، اني انكشها يعني انه هي انا بحضرك. قلت لي جد كثير مبسوطه انك تحضرني. كانت كنت ايامها فيريفايد وموثقه واجواء قعد زي هيك. قلت له ما تغيرت على العيله يا حبيبي، انبسطت انه حد على نتفليكس. على نتفليكس بس كان قوي الحمد لله صراحه، كان كثير حلو. صح الناس لا ترحم، بس كان كثير حلو يعني. الكونتنت كان لطيف لاني انا حضرته عشان اضحك مش عشان انتقد، فضحكت. اه طبعا. روسن، السؤال الاول بفقره روسن حلاق ومحتويات السوشيال ميديا. هاي. الام والاب هاي الفترات الاهالي تألقوا. انت بتحكي لي انت ورجائي والشباب تركتوا عشان اللي بصير. لا احنا في اهالي فاتت. اه والله، يعني في اهالي جاي من غاد. نطوا عشان ماما وبابا وجده وتيتا وخالته كل العيله على التيك توك. اللي بكبس يعني، تخيل يعني الواحد صار يخاف يكون قاعد يلاقي اهله على التيك توك بكبس بالغلط. اه والله، الام والاب اللي على التيك توك بكبسوا. وبعدين والله ما بعرف يا اخوي، والله هاي ظاهره خطيره جدا. يعني انا امي طرفها بخاف يبين في اي فيديو كان، فانا مش فاهمه كيف الناس صارت عم تعمل اي شيء بس بدنا ننشهر. يعني توخ، تخيل واحد امه زعلانه، امه غضبانه عليه ليه، قال فيش حد رمالها اسد مثلا. حلو كثير. روسو، بتتوقع الكابل صغيروا مفهوم الجيزه للجيل اللي جاي كله؟ طبعا. دمار شامل اللي عم بيصير على السوشيال ميديا من ناحيه ارتباطات. يعني حاسه انه لا مش هيك الجيزه. لا ايش في قاعات وورد ودراج وعرس مكلف 200,000 هليكوبتر وطياره. طب ما جاي. اي بنت عم بتشوف هذا الحكي بتصير بدها زيه، وبقول لك العنوس ارتفعت. احنا خربنا يعني من المناظر اللي بتشوفها على السوشيال ميديا. الستاندردز تغيرت، المتطلبات تغيرت، كل شيء يعني. حتى الحياة المثالية بين اثنين اللي عم تنعرض على السوشيال ميديا عم تعمل مشاكل في الناس اللي متجوزين أو اللي بدهم يتجوزوا. شفت فلانة شو عملها؟ شفت أبصر إيه؟ بس يعني هي مش هيك الحياة بالضبط. حتى بينهم اثنين، حتى هاي بينهم حياة اثنين يعني مصطنعة صراحة. يعني أول ما يفتح الكاميرا بناموا على كتاف بعض. ليه؟ ناموا بدون تصوير، ناموا لحالكم. أنا مالي ومقلب ومش مقلب وكب على وجهها الصبح. إيه؟ بعرفش انا كروسن. طب بحس اتوقع انه الاهل صاروا يتجوزوا بدون ما يسالوا، ولا بطل الابو حتى همه على الفولورز؟ اكمل فولورز عمي عندك. 200,000 يلا منيح، بيكبروا مع بعض بصير عندهم مليون فولور. قلاوه هيك فولوراتك على فولوراتي ونعيش هيك صرنا. فالحياه اللي بتنعرض قاعده للناس هي بتسبب مشاكل. مش لانها مو حقيقيه. هتقول ليش المحتوى السياسي مقيد والمحتوى الأخلاقي غير مقيد؟ هاي بسبب إنها المنصات يعني السياسي بتلاقي عليه حدود، ممنوع تحكيك بتتبنت بتهات، بس الأخلاقي فالت يعني طالع يعني قد ما تقدر رايحة معك روحك. ما بعتبروه سنسيتيف كونتنت أبدا. لا ولا درجة تمام. لا مش سنسيتيف، عندهم أشياء تانية سنسيتيف. أي والله في بنات تطلع تيك توك لله سنسيتيف، وعلى الإنستغرام تكون ماشي سنسيتيف لله. قال سنسيتيف كثير. السنسيبيتي. هي سنسيتيف يعني مضر انك حتى تتفرج. والله انا شفت لك المنصات هي اللي عم تتحكم فينا، مش احنا اللي عم نتحكم. وين احنا رايحين؟ الرقص على التيك توك شو هدفه؟ فولورز. فولورز وفلوس وشهره ما إلها معنى. روسا، المحتوى مستحيل تقدميه. هي تفاهه اللي بنشوفها على التيك توك. اقعد ارقص ولا اقعد اعمل حكي تافه، التحديات او اني او هاي كلها القصص. مستحيل تعمل تحدي. لا تفاهه امشي ببيضه وافقص بيضه ليش؟ اللي متحالي ان شاء الله. ليش مهندسه قد الدنيا بس تعمل مصاري؟ هاي الجمله احكي لاي واحد تيك توك ليه تعمل زي، يقول لك فيها فلوس. في مصاري فيها فلوس، مستعد يشق حاله نصين نصين متوازيين فيها فلوس. طبعا. محتوى التنمية البشرية شو شروطه عشان تطلع تحكي فيه؟ التنمية البشرية شو شروطه عشان واحد يطلع يحكي فيه؟ يعني واحد غني يطلع يقول لك بدك تتحمل؟ لا أنا مش مستعد أسمع واحد يقول لك الله معطيه يطلع يقول لي إنه تحمل. لا لا لا، أنا بدي أسمع من صادق صاحبي يتحمل. بصدق إذا هذا قال الحياة حلوة وانبسط أنا بصدق. طالما صادق مش راضي بالحياة أنا مش راضي.
شوف يعني لازم تجيب واحد ورثة 20 ليرة يقنعني إنه الحياة حلوة. آه في منه طبعاً، بس إحنا لازم ننظر على الموضوع من جهة تانية. أعطيني إياها. إنه أحيانا الواحد بيكون قاعد، طب تجي المسجز ما بعرف من وين، يمكن رسالة، يمكن فتح فيديو فجأة هيك على السوشيال ميديا طلع له، فأنا بعتبرها يعني مش من هاي الناحية، لا بهمني الحكي اللي انحكى مش الشخص مين اللي حكى. حلو. يعني أنا ما بعتمد مثلاً فلان حكى شو خلفيته؟ آه مين هو؟ حلو شاطرة. لا بهمني الكلام اللي طلع on the spot. حلو. مثلاً أنا هيك قاعدة طلعت طلع لي فيديو كن مع الله ولا تبالي، خلص وصلتني الرسالة. لو مين ما حكاها بغض النظر مين، في النظر الخارجي او شو اللي ممكن يفيدني اللي ما ممكن يفيدني، لو مين ما يحكي ما شو بيهمني. بدي هو يمكن هو اتعس واحد بالدنيا حتى لو معاه مصاري وروعه. بيس.